سلام البنات، اليوم جيتكم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم واحد العصير اللي كيجي هائل بمكونات بسيطه. قبل ما نبداو كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك وما تنساوش لي لايك ديالكم. غندوزو على بركه الله للمكونات. عندنا نص كيلو فراوله او فريز، عندنا حامضه متوسطه مقطعه محيده لها البذور وديك القشره البيضاء باش ما تخليش لنا المروره. عندنا هنا ثلاثة المعالق ديال السكر سنيدة كبار، عندنا تفاحتين وعندنا لتر ماء. أول حاجة البنات غندوز نعصر ديك الحبة ديال الحامض مع قليل من الماء. كما كتشوفو كنديرو الحامض وكنضيف تقريبا نصف لتر. بعد ما طحنا داك الحامض داك نص لتر ديال الماء كنجيبو شي اناء ونصفو فيه داك الخليط اللي طحنا. كنحاول نصفيه فشي شبكه رقيقه باش ديك القشور اللي قالت لينا الزوائد كنحيدوها. هانتوما كما كتشوفو من بعد ما صفينا داك الحامض كنعاودو ردوه للإناء، يعني الكأس ديال مولينيكس كما كتشوف. كنحاولو من بعد كنلقيو التفاح. من بعد ما لقيت دوك التفاحات كما شفتو كنحاول نضيفهم على داك الحامض اللي عصرت مسبقا، ثم كنضيف داك الفريز اللي عندي تقريبا نصف كيلو. ثم كنضيف ديك الكميه ديال السكر اللي قلتلكم، والسكر كيبقى حسب الاختيار والذوق ديالكم. من بعد كنحاول نطحن العناصر كلها. كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا اللي وجدناه. كنتمنى يعجبكم وتجربوه وتردوا عليا في التعليقات ديالكم، وشكرا مع السلامة الى فيديو اخر.